السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من يتابع الإعلام الجزائري يعرف أن هؤلاء القوم لا عقول لهم، ابتعد كثيرا عن حدود اللياقة. فرغم الخصومة السياسية التي دامت لسنوات، لم نسمع يوما أن الإعلام الرسمي المغربي بت كلاما في حق الجزائر كالذي يقوله الإعلام الجزائري في حق المغرب. ونترك لكم نموذجا واحدا من ملايين السقطات الأخلاقية من إعلام الجزائر في حق المغرب. على المدرب الرجراجي شجارا مع احد لاعبي المنتخب المنافس، تصرفات مشينه واعتداءات لا رياضيه من جانب المنتخب المغربي لا تشرف الكره الافريقيه، وفضيحه كرويه دفعت بالاتحاديه الكونغوليه لاصدار بيان شديد اللهجه تجلب فيه عنصريه الرجراجي ولاعبيه. تقرير نجوى جدي. حين يغمر العبث دواليب السياسة لا تتقيأ على كل شيء بما في ذلك كرة القدم، سياسة الضباع التي تدخف في صورة الأسود، سياسة الضباع التي تدخف في صورة الأسود. ما فضحها ذلك ما تخبئه ميكروفونات ملعب لورنبوكو بكوت ديفوار وكشفته الكاميرات، سجل من خلالها مدرب المنتخب المغربي ولاعبوه فضيحة عنصرية.